بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة الدرس الثاني والثالث والرابع، ضرب أعداد مكونة من أكثر من رقم، اللي هي استراتيجية الضرب. الاستراتيجية الأولى استخدام نموذج مساحة المستطيل في عملية الضرب. عايزين نوجد حاصل ضرب 27 في 325. أول حاجة بنعمل المستطيل وبنقسمه إلى 3 أجزاء. ليه؟ لأن 325 عبارة عن أحاد وعشرات ومئات، و27 عبارة عن رقمين أحاد وعشرات، يبقى الطول 3 خانات والعرض خانتين. هنشتغل بالصيغة الممتدة. 325 بتساوي 300 زائد 20 زائد 5. 27 بتساوي 20 زائد 7. نبدأ نضرب 20 في 300. 20 فيها صفر وال 300 فيها صفرين، بننزل الثلاث اصفار ونضرب 2 في 3 ب 6، يبقى الإجابة 6000. الخطوة الثانية نضرب 7 في 300. 7 في 300، ال 300 فيها صفرين هننزل الصفرين، و 3 في 7 ب 21، يبقى الإجابة 2100. الخطوة الثانية هنضرب 20 في 20. ال 20 فيها صفر وال 20 فيها صفر، يبقى هننزل الصفرين، و 2 في 2 ب 4، يبقى الإجابة 400. نضرب 7 في 20، بننزل الصفر و 2 في 7 ب 14، يبقى الإجابة 140. نضرب 20 في 5، بننزل الصفر و 2 في 5 ب 10، يبقى الإجابة 100. هنضرب 7 في 5، 7 في 5 ب 35. النواتج اللي طالعة باللون الأحمر نجمعها كلها مع بعض، يعني هنجمع 6000 زائد 400 زائد 100 زائد 2100 زائد 140 زائد 35. الناتج هيطلع 8775، يبقى حاصل ضرب 325 في 27 يساوي 8775. دي الاستراتيجية الأولى اللي هو نموذج مساحة المستطيل. الاستراتيجية الثانية خاصية التوزيع في عملية الضرب. يمكن إيجاد حاصل ضرب 8 في 3، بنستخدم خاصية التوزيع. هنرسم مستطيل الطول 8 والعرض 3. هنقسم الـ8، نقسم الـ8 5 زائد 3، يبقى الـ8 قسمناها 5 زائد 3. بنضرب 3 في 5 وهنضرب 3 في 3، يبقى احنا قسمنا الـ3 في 8، الـ8 قسمناها 5 زائد 3. هنقسم الـ8 5 زائد 3، يبقى 3 في 5 زائد 3. دي استراتيجية التوزيع. نبدأ نضرب الـ3 في 5 ونضرب الـ3 في 3، يبقى 3 في 3 زائد 3 في 5. 3 في 3 ب 9 زائد 3 في 5 ب 15، يبقى 9 زائد 15 يساوي 24. الاستراتيجية رقم 3، قربت بين استراتيجية نموذج مساحة المستطيل وخاصية التوزيع لإيجاد حاصل الضرب. يمكن إيجاد حاصل ضرب 251 في 43 كالآتي. هنرسم مستطيل الطول 3 خانات والعرض 2. الصيغة الممتدة لل 251 عبارة عن 200 زائد 50 زائد 1. ال 43 عبارة عن 40 زائد 3. نضرب 40 في 200، بننزل الثلاث اصفار، صفرين بتوع ال 200 وصفر بتاع ال 40، و2 في 4 ب 8، يبقى الإجابة 8000. هنضرب 3 في 200، بننزل الصفرين، و2 في 3 ب 6، يبقى الإجابة 600. هنضرب 40 في 50، بننزل الصفرين ونضرب 4 في 5 ب 20، يبقى الإجابة 2000. هنضرب 3 في 50، ننزل الصفر بتاع ال 50 و4
وهنضرب 3 في 5 في 15 يبقى الإجابة 150. هنضرب 40 في 1 بتساوي 40. هنضرب 3 في 1 هتساوي 3. نبدأ نجمع النواتج اللي باللون الأحمر. 8000 زائد 2000 زائد 40 زائد 600 زائد 150 زائد 3 يبقى 251 في 43 بتساوي 10793. المثال الثاني، اوجد حاصل ضرب 24 في 15 مستخدما خاصية التوزيع ونموذج مساحة المستطيل بثلاث تقسيمات مختلفة. التقسيمة الأولى هنقسم الـ 24 إلى أحاد وعشرات، يبقى الـ 24 بتساوي 20 زائد 4 هنضربها في كام؟ في 15. نضرب الـ 15 في 20 بننزل الصفر و2 في 15 ب 30 يبقى الإجابة 300. هنضرب 15 في 4 4 في 15 ب 60. نبدأ نجمع 300 زائد 60 هتساوي 360. يبقى ده التقسيم الأول. التقسيم الثاني، هنقسم الـ 24 أحاد وعشرات، يبقى الـ 24 بتساوي 20 زائد 4 والـ 15 بتساوي هنقسمها أحاد وعشرات، الواحد هيساوي 10 والخمسة في الأحاد بتساوي 5. نضرب 10 في 20 بننزل الصفرين، 1 في 2 ب 2 يبقى الإجابة 200. وهنضرب 5 في 20 بننزل الصفر و2 في 5 ب 10 يبقى الإجابة 100. هنضرب 10 في 4 4 في 10 ب 40. وهنضرب 5 في 4 4 في 5 ب 20 ونبدأ نجمع 200 زائد 100 يبقى 300. 300 زائد 40 يبقى 340. 340 زائد 20 يبقى 360. يبقى الناتج 360. التقسيم الثالث، قسمنا إلى 3 خانات. الـ 24 عبارة عن 10 زائد 10 زائد 4. 10 زائد 10 20. 20 زائد 4 24. طب الـ 15، الـ 15 ينفع نقسمها أي تقسيم. كام زائد كام بيساوي 15؟ 7 زائد 8. هنضرب 7 في 10، 7 في 10 بيساوي 70. هنضرب 8 في 10، 8 في 10 ب 80. نكرر، 7 في 10 ب 70، 8 في 10 ب 80. هنضرب 7 في 4، 4 في 7 ب 28، و 4 في 8 ب 32. نبدأ نجمع النواتج. هنجمع 70 زائد 70 زائد 28 زائد 80 زائد 80 زائد 32. هنجمعهم الناتج هيساوي 360. لو لاحظنا في الثلاث تقسيمات الناتج ما اتغيرش، مهما اختلفت الطريقة ما ينفعش الناتج يتغير. الاستراتيجية رقم 4، استخدام نموذج التجزئة. إيجاد حاصل ضرب 42 في 28 باستخدام نموذج الضرب بالتجزئة كالتالي. الـ 42 بتساوي 40 زائد 2 هنضربها في كام؟ في 38. الـ 38 بتساوي 8 زائد 30. نبدأ نضرب. هنضرب الـ 8 في 2 وهنضرب الـ 8 في 40. تاني مرة نضرب الـ 30 في 2 والـ 30 في 40. 8 في 2 ب 16. 8 في 40 بننزل الصفر و4 في 8 ب 32 يبقى 320. هنضرب الـ 30 في 2 بننزل الصفر و2 في 3 ب 6 يبقى الإجابة 60. هنضرب الـ 30 في 40 بننزل الصفرين و3 في 4 ب 12 يبقى الناتج 1200. نبدأ نجمع. ناتج الجمع 1596. يبقى حاصل ضرب 42 في 38
يساوي 1596. يبقى دي طريقة استخدام نموذج التجزئة. الاستراتيجية رقم 5، آخر استراتيجية، تقدير نواتج عملية الضرب. أول حاجة لازم نجيب الناتج الفعلي، وبعدين نستخدم التقريب، عند تقريب لأقرب عدد صحيح، عند تقريب لأجزاء، عند تقريب لعشرة، المية، الألف، عندي التقدير باستخدام أول رقم من اليسار. أول حاجة بنجيب الناتج الفعلي، إحنا بنضرب 58 في 34، 34 في 58، هنضرب 4 في 8 ب 32، تاني حاجة هنضرب 8 في 30، التلاتة في خانة العشرات بتساوي 30، هننزل الصفر و3 في 8 ب 24، يعني الناتج 240. نبدأ نضرب الخمسة في خانة العشرات يعني 50، هنضرب 50 في 4، الناتج 200، هنضرب 50 في 30، هننزل الصفرين و3 في 5 ب 15، يبقى 1500. نبدأ نجمع ناتج الجمع 1972. نشتغل بالتقدير باستخدام التقريب، ال 34 هتتقرب لأقرب 10 هتساوي كام؟ هتساوي 30. ال 58 نقربها لأقرب 10 هتساوي 60، يبقى هنضرب 30 في 60، هننزل الصفرين و3 في 6 ب 18، يبقى الإجابة 1800. نستخدم خاصية التقدير باستخدام أول رقم من اليسار، ال 34 هتساوي كام؟ هتساوي 30، وال 58 هتساوي كام؟ هتساوي 50، هننزل الصفرين ونضرب 3 في 5 ب 15، يبقى الناتج 1500. نلاحظ الناتج الفعلي 1972، نلاحظ الناتج باستخدام التقدير باستخدام التقريب 1800، نلاحظ التقدير باستخدام أول رقم من اليسار 1500، يبقى الناتج الأقرب للناتج الفعلي هو ناتج التقريب. يبقى الاستراتيجية الأقرب للناتج الفعلي هي التقريب. إن شاء الله الدرس القادم الدرس الأول من الوحدة الرابعة عملية القسمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.